مصممة الإماراتية الرائعة وديمة العمري، العرض الأزياء الرائع كتير حلو، وهيك تراث الإماراتي محافظة عليه. خبرينا كم قطعة عرضتي والتصاميم هيدي نوعيتها والأقمشة؟ السلام عليكم أول شيء، ومشكور على المقدمة الحلوة، الله يجزيك خير. وعددها تقريبا 35 قطعة، وكلهن تراثيات متطورة الحمد لله، ونحاول نحافظ على التراث ونحبب الجيل الجديد فيه. والله برافو، يعني أنا شفت وشفت الحضور، يعني أغلبيته إماراتي وغير إماراتي، لحتى اللي كتير عجبهم التصميم، كانوا عم بي يعني عم بينبسطوا بهذا، وأنا بحب هذا 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 النوع من الأزياء. هو شو اسمه هيدا الثوب؟ شو هو عادة؟ في عدة أثواب، آخر شيء شفنا العروس. أيوة، هو هذا عبارة عن الثوب الإماراتي التراثي، بس بشكل مطور، نقدر نقول مطور، يعني أنه يواكب الأزياء العالمية ويكون منافس بعد حق الأزياء العالمية في الهوت كوتور، وإن شاء الله يكون يعني من الأزياء اللي تقتنيها كل النساء في الدولة وفي الإمارات. طبعاً الثوب الإماراتي ما شاء الله كتير مميز، وحتى اللي بتشوف كتير أجانب وهيك بيحبوا يلبسوه. هو هذا الزي، يعني اللبس عادة بشو شو المناسبات اللي بيلبس فيها؟ اللي يلبس حق المناسبات، الأعراس، الأعياد، العروس الصباحية، يعني في مناسبات، يعني ما يلبس بشكل يومي هذا، بس في عندنا لاين خاص حق الأيام العادية وحق المناسبات، يعني الحضور العادي، يعني احنا نلبي كل الرغبات ان شاء الله. انتوا وديمة يعني ازياءكم هذا الشيء، وعندكم فساتين وعبايات وكل شيء، بس انت بس تخصصت اليوم بالثوب الاماراتي. انا قاصده ان يكون لاين حقنا المعروف الثوب الاماراتي، عشان نحبب العرايس فيه، الجيل الجديد يقتني هالاشياء، ونتمنى ان نكون يعني حققنا الهدف هذا. الثوب الاماراتي يعني هو تطور مع الوقت، بس بيضل محافظ على رونقه. في لاينات شل معينه وفي مقاييس معينه احنا يعني لازم نكون محافظين عليها، لان في ملابس ثانيه في الخليج تشابه الزي الاماراتي، الثوب الاماراتي، اختلاف بسيط. انتوا بتضيفوا مثلا هذا يعني المذهب كذا، ممكن يكون مشغول بالذهب او شو مشغول؟ لا، او شو لغايه الان ما اشتغلت ابدا بالذهب، يمكن قطعه كانت من اول ديزايناتي وكانت للعرض فقط، بس هذا كله شغل ايد، كريستال سوارفسكي، الاحجار الحلوه، يعني نختار الكواليتي الطيب ان شاء الله. شو بنعمل نحن مثلا مع الوقت لنواكب الموضه، مثلا مع زي الاماراتي؟ هل بنضلنا محافظين على خطوط معينه، نقاط معينه، بنقدر نطور بشو؟ الثوب الاماراتي يعني له مقاييس معينه نقدر نواكب، نحافظ عليها ونواكب في نفس الوقت التطور بالقصات وبالشغل، نغير الشغل، ناخذ يعني من اللاين المغربي مثلا، الشغل الهندي، ونطوره وندخله في الثوب الاماراتي. وديما وين مكانكم بالضبط يعني انتم؟ محلنا في عود التوبه في العين، مدينه العين. نعم، جايين من العين بتعرضوا هون، وما شاء الله يعني شغلكم كتير حلو ومميز، والله يوفقكم يا رب. جمعين يا رب، ومشكورين، طول عمركم، ما قصرتوا.